السلعه المستورده راه موجوده وفي متناول الجميع. يمكن نهضر على الاسمنه ديال بعض السموم المستورده، يمكن نهضر من 13 درهم حتى 20 بالنسبه للمصريه، العراقيه كذلك من 15 حتى 17. السلعه الاماراتيه على وجهها كتبع على وجهها، يعني راه موجوده. السكر هذا العام ولله الحمد السلعه المستورده رخيص، كاين ثمن رخيص من 30 درهم حتى 35، هذا ثمن الكرو باش نفهم المواطن، باش ما يمشي عند واحد قشاش يجي عند واحد البركه المماثل من الكتاب على ثمن الكرو. ونرجعوا ثاني نهضر على التمور الاخرى راه موجوده. اما بالنسبه للتمور السلعه المحليه يعني التمور المغربيه ولله الحمد الجوده العاليه راه كاينه. الثمن اللي جا فيها نظرا لظروف القاهره ديال الجفاف ومشاكل اللي كاينه كاع في العالم، الغلاء جابوا لغه التواصل، حنا كنقولوا ماشي لغه التواصل، المشكل ديال المحروقه وهذا الشيء اللي ولا فيها الاثمنه. ولكن راه في المتناول الجميع راه بازم الا دخل للسوق باش جا غادي يدخل سلعه البلاد، لانه سلعه البلاد هي اللي كاينه، هي اللي فيها القوه وهي اللي مسموعه وراه عندها حتى حنا الجوده، ما نشجعوش المغالطات. يمكن بذلك في الجيل مثلا المعروف عندنا حنا بالجيل راه من 30 درهم حتى 45 درهم ثمن الجمله، هذا الجيل علاش؟ كان فيه جوده عاليه وينتج فيه هذا العام لا باس به، ولكن كاين العمل الوجد. نرجع للبوفقوس راه كاين من 40 درهم حتى 70 درهم، السلعه مليحه. ونجي للمجهول اللي كنقدم زعما التشكرات ديالي ذاك المخطط الاظني الدار اذا سيدنا الله ينصرو، كما تنقولوا ديما راه عطى الاكل ديالو، يعني المجهود راه موجود. المجهود راه بغيت نقول لك اسيدي من 40 درهم حتى ل 100 درهم، باش نقول 100 درهم راه الزر اللي كاين ديك الساعه 4000 وراه ما غاليش. اذا بغيت دير المقارنه مثلا مع التمور ديال الجار اللي كدير دابا 40 درهم راه ما بغيتش ندير تمر البلاد. اذا بغيت ندير مثلا التمور ديال الجزائريه كاع بلا تعرف نديت ديال البلادينيين مثلا راه ما كانش يشوفوا ذاك اللون راه ما كانش، ولكن السلعه ديالنا راه هي الاولى بيو تنقولها وكنتحمس شويه ديالها. والحمد لله دابا حنا دابا في السوق ديال مراكش انتم كتشوفوا المواطنين تيتقداو ببروده ما كاين مشاكل، شو الغلاء راه جا من عند الله ماشي حنا اللي جبناه، العالم ماشي وقع في هذا المشكل. والمغاربه ولله الحمد المواطن المغربي راه كيتفهم وكيعرف يعيش المعيشه ديالته على قدر الجيب ديالو، ماشي يقلب على القلب والقلب تيقلب على الواقع. معنا الاذاعه الشريف انا الشريف الجوده المعلم راه الا كانت شاجه وسوسه ولا شاجه ما كاين غير الحجز. خويا على حساب التمر ديال البلاد راه حاجه مليحه، كاينه حاجه مليحه، كاين الجهيل، كاين ابو السحمي، كاين المجهول، بوسكري، بوفقوس. والثمن اخويا راه الثمن مناسب بحال هاد الزره خويا، هذا راه ثمن الجمله 35 حتى 37 درهم جمله. كاين هذا المجهول هذا من 60 درهم حتى 150 درهم، ولكن 150 درهم شي حاجه كاليتي بروميير كاليتي بحال هذا هو، هذا 150 درهم حاجه مليحه. كاين هذا المجهول هذا ب 70 درهم، كاين هذا 80 درهم، كاين هذا 60 درهم. ثمن معقول اخويا وثمن مناسب اخويا، حاجه مليحه راه فيها ثمن زوين اخويا. والتمر ديال البلاد اخويا راه بيو 100% حاجه مليحه، كلشي ثمن واحد حتى في رمضان ان شاء الله الثمن اللي كاين هو اللي غيكون ان شاء الله باذن الله.